أول امتحان بالثانوية العامة كيف كان معك اليوم؟ صراحة كان كتير في توتر، وإنه مش عارفين هيك يعني الإجابات، خايفين يعني عارفين نحلها بس خايفين نكتب، فهمتي كيف؟ فيجوا علينا هيك ويحكوا لنا إنه اكتبوا اللي بتعرفوه، وإحنا لما يحكوا لنا هذا الكلام إنه خلص نطمن إنه إحنا يعني شغلات فاهمينها نكتب اللي من عنا. فيعني أدينا منيح وإن شاء الله إنه يكون خير يا رب. والله أنا مني وعلي حكيت داخل من كل امتحان أحكي ما براعي الفروق الفردية، نفس ما كان يعملوا، ولا هلا مش عارف شو يعني الفروق الفردية، بس يعني الحمد لله إن شاء الله يكون منيح ونجيب فيه علامات منيحة. كان يعني براعي الفروق بين الحالتين، يعني بده دراسة، كان مش مثل المتوقعين إنه سهل، إنه التجريبي كان أحسن منه، مش عارفة هو كان مش منيح، يعني الدين يسر مش عسر. فصراحة إن شاء الله يكون الأسئلة والأجوبة إن شاء الله تكون منيحة، وإن شاء الله الله ينجحنا وينجح الكل. الحمد لله منيح، يعني هو الامتحان مش كتير سهل، هو دقيق يعني، فاللي دارس كتير كتير منيح، يعني مفصفص الكتاب حقيقي بجيب علامات. بس كان منيح يعني سهل براعي الفروق الفردية وما كان كتير صعب، بس الدوائر الشيء في أجوبة بتشابه بعض، كان لازم يكون مباشر أكثر. هو يعني مش كتير صعب، لا توقعنا يكون أصعب من هيك، بس إنه الحمد لله وإن شاء الله كل الامتحانات هيك رح تكون. العامة كيف كان معك اليوم؟ الحمد لله منيح، بس عشان كنا أول امتحان كنا متوترين، حسيت بالبداية إنه هيك مش قادر أكتب، بس بعدين مشيت الأمور وكان في أشياء صراحة صعبة إنه بدها تركيز، بس الحمد لله الباقي منيح. صراحة الحمد لله كان كله مباشر وسهل بالنسبة لي، والحمد لله إن شاء الله في خير لقدام. كان منيح يعني سهل، ما جابوا أسئلة صعبة وكله مباشر، والآيات يعني كانت سهلة وكله من الكتاب، يعني مش إيش صعب. كان الامتحان متوسط، ما بين منيح وما بين يعني شوي صعب، في أشياء كانت صعبة وبدها تركيز كتير، وكان في شوي يعني كم من سؤال فيه لفة، بس إن شاء الله يعني منيح كان، وإن شاء الله يراعونا بالتوسط. الحمد لله اليوم قدمنا الدين، كنا شوي متوترين بس الحمد لله مرة، صراحة كان في شوية لفة دوران بس إن شاء الله خير. كان تمام واستفتاحية مباركة صراحة، بس بده كتير انه كتابة، وكان تمام يعني بحس الامتحانات الباقية انه خلص رح تتيسر مدام الاول هيك ان شاء الله. امتحان رائع جدا يعني، الله جبر ويعني رياع الفوق الحمد لله، وان شاء الله باقي الامتحانات هيك. اول امتحان في الثانوية العامة كيف كان معك اليوم؟ كان منيح وكان سهل، توقعته اصعب من هيك، الدوائر سهلين، توقعت لف ودوران فيهم، وما جابوا لنا انه ايات صعبة برضو انه نكملها، كانت الاية كتير سهلة.